مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من الطبق طبقنا. طبعا مستنيين تليفوناتكم واستفساراتكم طول الحلقة على أرقام التليفون اللي ظاهرة على الشاشة قدامكم. كلموني طبعا، عايزاكم تصحوا يلا وتطبخوا معانا كده الحلقة النهاردة. والنهاردة هنعمل فراخ بطريقة برضو مختلفة عن اللي احنا كل مرة بنعملها. بحاول انوع لكم دايما في أنواع الفراخ، في أنواع اللحمة، عشان يبقى عندكم أفكار كتير تقدروا اللي انتوا ايه تنوعوا فيها وتعملوها بقى مع أطباق جنبها، شوية مكرونة، شوية رز، أي حاجة انتوا حابينها. بس المهم نكون بديكوا أفكار تنوعوا بيها الفراخ اللي انتوا بتطبخوها كل يوم. أكتر طبعا الأكلات اللي احنا بناكلها بتبقى فراخ أو لحمة، بس بنبقى زهقانين فراخ مسلوقة، محمرة، مشوية. لا، بنبقى دايما عايزين نعملها بطريقة مختلفة وفي نفس الوقت تبقى طعمها حلو، يعني كل وصفة تبقى طعمها أحلى من التانية. تعالوا نشوف هنعمل النهاردة فراخ بالثوم والكزبرة. تعالوا نشوف المقادير ونشتغل فيها مع بعض. عندي فراخ متقطعة على 8 قطع، وتقدروا طبعا ما تقطعوهاش 8، تقدروا تقطعوها على 4، تقطعوها نصين. أنا النهاردة مقطعها 8 قطع كده، هعملها يعني كلها على بعضها. وينفع على فكرة تعملوها كلها على النار الوصفة دي، يعني ممكن ما تدخلوهاش الفرن خالص لو مش حابين. عندي فرخة مقطعها على 8، وعندي كمان زيت زيتون أو ذرة، أو ممكن أطعم زيت مع زبدة، الموضوع ده ما فيهوش مشكلة خالص زي ما تحبوا. وعندي 10 فصوص من الثوم، لأن دي النكهة الأساسية، هي والكزبرة الخضراء مفرومة. وعندي كمان كزبرة ناشفة وزعتر وكركم وبابريكا وورق لورا. عندي ثوم باودر وبصل باودر. هقول تاني المقادير. عندي فرخة مقطعة على 8، وعندي كمان هستخدم يا زيت زيتون يا ذرة يا زيت وشوية زبدة، اللي أنا يعني حابة أستخدمه في الموضوع الدهون ده براحتكم خالص. حابين تحطوا معلقة سمنة برضو تمام، بس أنا بحس إنه ممكن تعملوا ميكس الزيت والزبدة، ده بيبقى طعمه أحلى كتير. تمام. وعشر فصوص من الثوم، كزبرة خضراء مفرومة، كزبرة ناشفة، وعندي زعتر وكركم وبابريكا وورق لورا وثوم باودر وبصل باودر. تمام. اول حاجه كده ايه، هجيب البوله ونبدا ان احنا نتبل كده الفراخ واحده واحده معانا اهو. هجيب كده بوله وهبدا ان انا اتبل الفراخ. في نفس الوقت ده انا حاطه الطاسه او اللي انا هشوح فيها الفراخ على النار، سواء طاسه ووك حله اللي انتوا هتشتغلوا بيها، سايبها تسخن شويه في نفس التوقيت اللي انا هتبل الفراخ. انا طبعا انتوا عارفين انا اي حاجه النهارده الحلقه عموما فيها ثوم وكزبره كتير، يعني النكهه الاساسيه اللي هتطعم الوصفات بتاعت معظم الحلقه النهارده الثوم والكزبره، ليهم نكهه مختلفه ويعني فعلا بيميزوا الطبق اللي محطوط فيهم. ف برضو من الحاجات اللي انتوا لو جربتوها هتعجبكم جدا وهتعملوها كوصفه دايما دايما للفراخ. اول حاجه هبدا احط الفراخ اللي عندي، انا مقطعاه اهو 8 قطع، فرخه بقى فرختين، ثلاث فرخات على حسب طبعا العدد عندكم. في ناس بتبقى مقطعه الفراخ مثلا فرخه ونص حطاها في الفريزر على حسب العدد اللي عندهم. فموضوع كميه الفراخ ده انتوا اللي تقدروا تتحكموا فيه. تمام. هبدا اتبل طبعا، اغسل الفراخ كويس جدا وبعدين هبدا اتبلها. اشيل بس ده على جنب. هبدا اتبلها بالثوم والبصل باودر اهو. الثوم الباودر طبعا لما بيتساب شويه بيبقى بيدخل له رطوبه كده، بينشف شويه اهو. شويه كركم، شويه بابريكا اهو. تمام. وهبدا ان انا احط شويه كزبره خضراء اهو كده، كزبره سوري ناشفه. هحط شويه زعتر، زعتر فريش او جاف، اللي متوفر يعني اللي موجود عندكم اللي متوفر عندكم استخدموه. طب ما عنديش زعتر ينفع اشيلها؟ اه ينفع، ما فيش مشكله خالص. يبقى انا حطيت كل البهارات، واحط الفلفل الاسود، هملح، هحط انا هنا مستخدمه فرختين فهملح يعني تمليحه حلوه كده. تمام. وهبدا ان انا ابهر الفراخ بتاعتي بكل البهارات اللي انا حطيتها دي اهو، هتبل الفراخ بيها.
يبقى حطيت ايه؟ حطيت بصل بودره، توم بودره، حطيت كركم، حطيت زعتر فريش او جاف اللي موجود عندي، وحطيت كمان شويه بابريكا وكزبره ناشفه وشويه كركم. بصوا انا ببهر بس الفراخ اهو، خلاص خليت كل الفراخ تاخد من البهارات اللي انا حطيتها، اتاكدت ان هم كلهم خلاص شربت من البهارات، ما حطيتش اي سوائل، كلها بهارات جافه. هبدا بقى ايه على الطاسه او في الحله اللي انا هشتغل بيها، هحط شويه زيت، وزي ما قلت لكم زيت زيتون او زيت عادي اللي انتوا حابينه، وانا هطعم بمكعبين كده من الزبده، يعني هزود مكعبين زبده كده عليهم. هرفع بس من على النار عشان ما يتحرقش الزيت. هطعم كده الفراخ اللي عندي بمكعبين من الزبده الحلوه كده. مدام امال صباح الفل. صباح الخير. صباح الجميل يا مدام امال. صباح الفل، ازيك حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، كله بخير، كله جميل. جميلة 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 حبيبتي جد. والله انتوا احلى وانتوا اجمل. ابص لك انت بس، ابص لك، مش مهم الوصفات حبيبتي والله. انا اتعودت تكلموني كل يوم كده. ايام المطبخ حبيبتي والله. تسلمي والله. وصفات جميلة قوي. تسلمي لي يا حبيبتي والله. يا مدام اسماء، اتفضلي. بالنسبة للخل البلسمي اوكي، استخداماته ايه؟ بصي معظمه في السلطه، ممكن يدخل في تتبيلات الفراخ، يعني ممكن تتبلي بيه فراخ وانت هو اسود زي صويا صوص. انا عارفه، اول مره اجيبه. في السلطات، في السلطات بيبقى حلو جدا، يعني في اي نوع سلطه، مثلا سلطه خضراء حابه تحطي فيه خل بلسمك هيبقى حلو قوي. ممكن تعملي بيه تتبيلات الفراخ تدخلي فيه الخل بلسمك بيبقى حلو جدا. اللحمة برضو ممكن يدخل، يعني هو عادي استعمليه ما فيهوش مشكلة خالص. يعني هو زي خل التفاح مثلا بس خل التفاح اكتر في السلطات، يعني ما بيدخلش قوي، يعني ما بندخلوش قوي في تتبيلات يعني. بصراحة انا بالنسبة مثلا لمعلش من غير الاكل، بالنسبة مثلا ايه بيقولوا ان خل التفاح للتخسيس، تمام الخل البلسمك برضو زيه؟ لا بصي هو مش للتخسيس، بس هو عموما الخل من الحاجات اللي يعني بتضاف على اي حاجه، حتى الخل الابيض ما فيهوش مشكله في، يعني مش بيحرق دهون، بس ما بيزودش وزن، يعني فاهمه قصدي؟ لكن الخل التفاح المفروض ان هو يعني بيحرق الدهون شويه، لكن خل البلسمك لا، يعني هو مش نفس الخل التفاح. وخل التفاح ما تحطوش في تتبيلات داخله على النار، لا السلطه بس يعني. خليه في السلطات خل التفاح، لكن خل البلسمك لا، ينفع تتبلي بيه وينفع تحطيه في سلطات. يعني ممكن الفراخ دي ممكن اتبقي، ممكن احط فيها مثلا شويه، ممكن تحطي فيها شويه خل بلسمك. هيدي برضو طعم حلو قوي معاكي. حرمت منك حبيبتي. حبيبتي يا مدام امال، سلامي يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي. دلوقتي بقى ايه، تعالوا نشوح الفراخ اللي عندنا كده. انا اتعودت تكلموني كده مدام امال والحاجه فاطمه. حاجه فاطمه مش عارفه زعلانه مننا ولا ايه، مختفيه بقى لها شويه. حاجه فاطمه احنا مستنيينك. بصوا انا هدي تحميره للفراخ، هديها كده تشويحه، بس مش تشويحه كده على الماشي، لا انا عايزاها تتحمر، عايزاها تاخد لون حلو كده وتتحمر. عشان كده قلت لكم يعني حاولوا ان انتوا ايه تسخنوا الزيت ويبقى سخن، عشان مش عايزه الفراخ تنزل ميتها في المرحله دي، انا عايزاها تتحمر مع البهارات اللي احنا حاطينها اهو كده. بصوا عايزاها تاخد التحميره شويه، تبقى فيها ايه حروقه بسيط كده، مش عايزاها مجرد تشريحه وخلاص. تمام اهو كده. مهم الطاسه او الحله اللي انا بشتغل بيها تبقى سخنه عشان ما تنزليش ميه اول ما اعمل. ممكن ورق اللورا ده بقى كده ايه هطعم بيه. الحاجات العطريه دي بتشد اي زفاره موجوده في الفراخ او في اللحمه، فالموضوع بيبقى بالنسبه لي لطيف قوي. انا فاضل لي كده ايه، فاضل لي الثوم الصحيح اللي انا فرماه، وشويه من الثوم سوري الكزبره الناشفه، وشويه من الكزبره الخضراء. تمام، اشوف لو في حته متشوحه، اشوح كل الفراخ عندي كويس جدا.
اهو بالشكل ده كده، ان الفراخ كشف فممكن انقلهم في حاجه واحده. بصوا انا عايزاها تاخد لون كويس قوي، ما حبيتش ازود كل الفراخ في طاسه واحده من الاول عشان ما تنزلش ميتها وافقد السخونيه بتاعت الطاسه. تمام. طيب في المرحله دي هعمل ايه؟ بعد ما انا شوحت الفراخ بالشكل اللي انتم شايفينه ده، هاجي في الطاسه اللي انا شغاله بيها في الفراخ اهو، هعمل ايه؟ في نفس الطاسه دي هبدا اعمل الثوم بالكزبره. خلاص هرفعها بس من على النار عشان مش عايزه اي حروقه كده فيها تزيد، وهبدا ان انا احط لها يعني مكعب زبده اهو، اسلم شيله مكعب زبده كده عشان ده هيديني تقل شويه للصوص. يا حاجه فاطمه. ايه يا حبيبتي؟ ازيك يا حاجه فاطمه؟ انت فين يا حاجه فاطمه؟ انا ما بلحقش تليفوناتي قبل. عندك غياب يا حاجه فاطمه جامد كده. عندك غياب جامد كده. رحتي تصيفي وسبتينا ولا ايه؟ انا بقعد اقول الو يا ابله ما تسمعنيش. لا يا حبيبتي انا سامعاكي اهو. ايه الحاجات الحلوه دي؟ الله يخليكي الله يخليكي حبيبتي، تسلمي. واقفه منوره الدنيا كلها. الله يخليكي، ده نوركو والله. نوركو حبيبتي. الله يبارك فيك يا رب. الله يخليكي يا حاجه. انا انت توحشوني والله. تسلمي لي والله. انا قلت بقى رحتي البحر وسبتينا ولا ايه؟ لا ما رحتش والله البحر. جايين معاكي المصيف احنا. يا رب نتقابل على خير دايما. الله اتمنى والله، ده شرف ليا والله يا حاجه فاطمه. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا ابله. الله يخليكي حبيبتي، تسلمي تسلمي. ما تتحرمش ابدا. ولا انا اتحرم من صوتك ومكالمتك يا رب. الله يخليكي. الله يبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك. استناكي بقى اشوفك بتعملي الفراخ دي ازاي. يلا بينا. يلا حطيت التوم اهو على نفس الطاسه اهو حاجه فاطمه اللي احنا شوحنا فيها الفراخ. خلاص اهو توم، ريحه التوم مع مكعب بقى الزبده اللي حطيناه، ورق اللورا. بصوا في نفس يعني خلاص شوحوا الفراخ وحطوا في نفس، طلعوها على طبق وفي نفس الطاسه او في نفس الحله اعملوا الخطوه دي. خلاص هبدا بقى احط شويه كزبره ناشفه اهو، كاني بعمل كاني هعمل ملوخيه. تمام. وشويه كزبره خضراء بتدي بقى تيست مش قادره اقول لكم عامل ازاي اهو. مش عايزه التوم طبعا يحروق، خدوا بالكم من الموضوع ده، انا عايزاه لونه ذهبي اهو. حط بس شويه زيت كده، حرك الكزبره شويه بيهم، هشوحها بس كده. تمام. وابدا اشوح كده الكزبره الخضراء مع التوم مع حته الزبده وشويه الزيت والكزبرة الناشفة كمان معاهم بالشكل ده كده. وتعالوا بقى ايه نحطها في صاج ونسيبها في الفرن. على فكرة ينفع تحطوا التوم بالكزبرة الناشفة والخضرة على الفراخ وتزودوها مية وتسووها على البوتاجاز فوق لو انتم مش عايزين تشغلوا فرن، او لو انتم مثلا ساعات بنروح مصيف مفيش غير البوتاجاز المسطح ده ينفع نعمل الوصفة دي فيه، مش محتاجين ولا ندخلها فرن ولا أي حاجة. احنا خلاص التحميرة اللي احنا طالبينها من الفرن احنا عملناها اوريدي على الطاسة من فوق، فانتوا لو حابين تعملوها كلها تكملوها على البوتاجاز ينفع تحطوا التوم بالكزبرة دي فيها بشوية مية، هتبقى معاكوا زي الفل. فتقدروا تعملوا كده وتقدروا تعملوا كده زي ما انتوا حابين. هبدأ بقى ايه أرص أنا عشان بحتاج البوتاجاز دلوقتي في الوصفات التانية، فايه نفضي كده الدنيا. الريحه رهيبه بجد بتاعت الفراخ، فهقوم حطاهم في الفرن كده يستووا براحتهم لحد ما نطبخ بقيه وصفاتنا عشان ما نبقاش عاملين زحمه على البوتاجاز واحنا شغالين. ريحه حلوه جدا، البهارات تجنن مع ورق اللورا مع الكلام ده كله، ريحه الفراخ حلوه قوي بجد. طبعا تقدروا لو حابين عايزين تشيلوا الجلد شيلوه، حابين تسيبوا الجلد برضو زي ما انتوا حابين. ناس كتير بتقولي طب لو شلت الجلد الفراخ مش هتنشف؟ لا، لو احنا مسويينها في وقت مظبوط مش هتنشف معاك ولا اي حاجه.
تمام اهو، وهبدا بقى ان انا احط ورق اللورة ده برده هنا، وهبدا ان انا احط الخليط بتاع الثوم والكزبره. هخففه بس كده بشويه ميه بسيطه خالص، ربع مثلا كوبايه ميه كده، عشان ابدا ان انا احطه على الفراخ. يلا اجيب بقى الخليط بتاع الثوم والكزبره واحطه كده. حاضر اهو، هحط الثوم والكزبره فوق الفراخ وهفردهم زي ما هوريكم كمان شويه كده اهو. هحط بس كل الخليط بالشكل ده، الريحه رهيبه بجد، حلوه قوي اهو. وهبدا ان انا افرد الثوم والكزبره كده على الفراخ بالشكل ده بس كده. حاول، وكل البهاريز اللي موجوده في الطاسه دي هنزلها، من دهون على شويه الميه اللي انا حطيتهم في الاخر، ربع كوبايه ميه اللي انا قلت لكم هحطهم في الاخر، كل ده كده ايه هنزله. هدخل بقى الصاج بتاعي الفرن يستوي براحته، انا ما زودتش اي سوائل، تقدروا ان انتوا تكمروها كده بفويل وتدخلوها تستوي براحتها خالص. تمام، هي شويه هتبدا تنزل ميتها، بتاخد قد ايه؟ انا مقطعه الفراخ 8 قطع، يعني القطع صغيره جدا، فيعني من نص ساعه لساعه الا تلت بالكتير هتلاقوا الفراخ عندي مستويه وزي الفل. تمام، تعالوا بقى ندخلها الفرن قبل ما نطلع كده فاصل، عشان في الفاصل ايه هقعد انضف الدنيا كده واستناكوا نعمل الوصفه اللي بعديها. شغلوا طبعا الفرن من تحت، بس مش محتاجين ان تشغلوا من فوق، لان احنا اصلا اوريدي محمرين الفراخ عندنا ومدينها لون قبل ما تدخل سوا. زي ما قلت لكم، حابين تكملوا سواها على البوتاجاز هتحطوا نص كوبايه ميه وتوطوا عليها وتسيبوها تنزل ميتها وتستوي كويس جدا، وممكن تقدموها من على البوتاجاز مفيش مشكله خالص، مش محتاجين فرن. حابين تدخلوها الفرن زي ما انا هعمل، تاخد تشميعه اكتر من البوتاجاز، تمام ده ينفع وده ينفع. طيب هنطلع بقى فاصل، ونرجع بعد الفاصل هنعمل برضو وصفة كفتة حلوة جدا، وبرضو من الحاجات الأساسية اللي فيها الثوم والكزبرة هي اللي هتودي لي طعم الصوص في حتة تانية خالص. استنونا بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل، هجيب بس الطاسة عشان ارجع لكم بيها بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا الفراخ بالثوم والكزبره ودخلناها الفرن، هنتابعها عشان مش عايزه اديها وش من فوق قوي، لان انا عايزه بس مجرد ان انا اسويها، لو لقيتوها بتاخد معاكم وش من فوق قوي ممكن تغطوها بفويل، يعني اسلام ممكن تغطي لنا بفويل بعد اذنك. هنبدا دلوقتي نعمل الكفته، هنعمل كفته بصوص الزبادي والطحينه، وهنعملها برضو بالثوم والكزبره، يعني هتبقى طعمها حلو جدا. تعالوا نشوف هنشتغل فيها ازاي ونعملها مع بعض. عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، وعندي بصل مفروم، وعندي ملح وفلفل وجوزة الطيب، وعندي زيت وزبادي وطحينه ونشا، وعندي كوبايه من المرق، وعندي كمان هعمل لها تقليه كده من فوق، زيت وثوم وكزبره مفرومه وملح وفلفل. يبقى هقول تاني المقدار، عندي كفته بصوص الزبادي والطحينه، نص كيلو من اللحمه المفرومه، وعندي بصلايه مفرومه، وعندي كمان ملح وفلفل وجوزة الطيب وزيت وزبادي وطحينه، وعندي كمان نشا وكوبايه مرق، وللتقليه هحط لها شويه زيت كده مع ثوم مفروم وكزبره خضرة مفرومة وملح وفلفل. تعالوا نشوف هنشتغل فيها ازاي مع بعض. انا بس هقطع حتة فويل كده عشان نغطي الفراخ. اسلام بعد اذنك غطلنا كده الفراخ ما تاخدش لون من فوق، احنا خلاص محمرينها كويس، غطلنا بس الفراخ. تعالوا بقى ايه على الكبة هعمل ايه. هعمل اول الكفتة،
طلع لي كفته يا اسلام بعد اذنك. هعمل اول حاجه الكفته، هحط في الكبه اللحمه المفرومه وهحط عليها جوزة الطيب، الملح، الفلفل، البصل، بس كده. حاضر، هات لي الكفته الاول بس يا اسلام بعد اذنك. يبقى اول حاجه هعملها هجيب الكبه، احنا اتفقنا بنعمل كفته لازم انعم تماما اللحمه المفرومه، اخليها ناعمه جدا، ما ينفعش تبقى اللحمه المفرومه تبقى خشنه. فاول حاجه هعملها هحط اللحمه المفرومه عندي في الكبه بالشكل ده، تمام، وهبدا ان انا احط عليها البصل، تمام، بصلايه كده، واحط عليها جوزة الطيب، واحط عليها ملح وفلفل، بس كده. يبقى انا حطيت في الكبه الكفته بتاعتي اللي هو اللحمه المفرومه، البصلايه، ملح، فلفل، جوزة الطيب، بس كده، تمام. وهنعمها خالص، انا عايزاها ناعمه جدا جدا، يعني تنعم اخر حاجه خلاص. بصوا هقوم فكه كده الكبه وانزل الاطراف عشان اتاكد ان هي كلها بتتفرم فرمه ناعمه خالص. ده نقطه مهمه جدا في اي كفته عشان الموضوع ده بيبوظ كل اللي جاي، فاعملوه كويس عشان تلاقوا الحاجه عندكم ناجحه جدا. فالكفته لازم تتفرم ناعم خالص مع كل المكونات، تبقى ميه واحده كده ناعمه خالص. هبدا بقى، خلاص انا كده نعمتها كويس قوي، نعمت معايا كل المكونات دخلت مع بعض بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هبدا اعمل ايه؟ هبدا اكور الكفته بتاعتي بالشكل ده، وبعد ما اكورها اعمل ايه؟ اسيبها في الثلاجه تتشمع شويه. قبل ما اشتغل بيها اسيبها في الثلاجه على الاقل ربع ساعه تلت ساعه كده، ايه اللحمه عندي تشد وتتشمع كويس قبل ما احطها على النار. طب لو ما عنديش وقت اعمل الموضوع ده اشتغل بيه على طول، بس خلي بالكم انتوا بتقلبوا ما تقلبوهاش زياده عن اللزوم، يعني ما تفضلوش تقلبوا فيها عشان هي لسه ما اتشمعتش وما مسكتش نفسها في الثلاجه قوي. هحط بقى، هجيب طاسه فيها شويه زيت كده، تمام، وهبدا ان انا احط الكور اللي انا مكوراها ومريحاها في الثلاجه بالشكل ده. طبعا براحتكم حجم الكور زي ما انتم حابين، حابينها صغيره حابينها اكبر من كده اهو. طبعا الكفته بتكش، فانا بصوا بحرك كده بوسع مكان اللي بعديه اهو، وبعمل كده الشكل ده. بصوا بوسع مكان وهي شوية وكفتة كمان ايه هتكش شوية اهو، تمام. ده احنا كده فرمنا اللحمة المفرومة مع الملح والفلفل وجوزة الطيب والبصلاية، خلاص فرمناها فرمة ناعمة وكورناها ودخلناها التلاجة تريح شوية نص ساعة، وبعدين اشتغلت بيها. بعد كده هبدا ان انا اعمل الصوص بتاعي، وانا بحمر الكفته كده بالشكل ده من وقت للتاني هقوم مقلباها الناحيه التانيه عشان اتاكد ان الكور كلها اخدت لون حلو واتحمرت حلو. طب في نفس التوقيت ده هبدا ان انا اعمل ايه؟ هبدا ان انا اعمل الصوص بتاعي. الصوص بتاعي عباره عن ايه؟ هجيب بوله كده، او ممكن هقلب على طول في الطاسه وبعدين نرفعها على النار.
عندي زبادي الشكل ده كده تمام، عندي دي كده، حطيت الزبادي، حطيت الطحينة، تمام، نحط علبتين زبادي، هحط عليهم حوالي نص كوباية طحينة بالشكل ده كده، هحط عليهم معلقة نشا مش أكتر من كده خلاص، وهبدأ أقلب كل الكلام ده بكوباية مرقة، هفكه قبل يعني أنا كل ده هفكه قبل ما أحطه على النار أهو، هجيب بقى ويسك كده أفك بيه الزبادي مع الطحينة مع النشا مع المرقة، كل ده كده هفكه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يبقى أنا حطيت إيه؟ حطيت الزبادي، علبتين زبادي على نص كوباية طحينة تمام، على معلقة نشا كبيرة، على كوباية المرقة، كل ده بدوبهم كده وانا بره النار، انا لسه ما حطيتش على النار تمام، بدوبهم بتاكد ان كلهم خلاص يعني دخلوا في بعض كده اهو بالشكل ده، هرفع بقى على النار، بس قبل ما ارفع على النار عشان ابقى مركزه معاها هقلب الكفته اللي عندي، هبدا كده اقلب الكفته اللي عندي، انا عايزه اديها وش من كل الجوانب، لو لقيتها لسه ما اتحمرتش اسيبها عشان ما اهريهاش، يعني هي لسه فهسيبها شويه انا تشد معايا تمام، وهبدا ان انا احطها مثلا على العين دي، وهبدا على العين الثانيه اجيب الزبادي بالطحينه، الزبادي بالطحينه بمعلقه النشا بكوبايه المرق، افضل اقلب تقليب مستمر وجنبي شوية مرقة عشان لو حسيت ان انا محتاجة شوية مرقة هضيفهم، ممكن مكعب مرقة على شوية مية، ممكن عندي مرقة مثلا مستخدماها لحاجة قبل كده، يعني اللي متوفر برضو عندكم تقدروا ان انتوا تعملوا. في التوقيت ده برضو هجيب طاسة، ولا بس طاسة زغنططة كده عشان اعمل فيها التوم والكزبرة، هسيبها تسخن لحد ما اعمل الصوص بتاعي، شايفين بقلب تقليب مستمر بالشكل ده، الزبادي مع الطحينه مع معلقه النشا، علبتين زبادي، نص كوبايه طحينه مع معلقه النشا وكوبايه المرقه اهو، وعندي شويه مرقه جنبي عشان احط لو حسيت ان انا محتاجه، الشكل ده كده ممكن احطهم واسيبهم بقى يغلوا عشان يقصروا مع بعض كده اهو بالشكل ده، دي مكعب مرق، القطعة اللي في موجود اللي نزلت معانا دي، دي بقيت مكعب المرق اللي كنت بدوبه، كله هيدوب معايا. بصوا عايزة الصوص ناعم كده، مش عايزاه يقطع، النشا شوية بيعمل لي الموضوع ده، يعني لو انتوا مش حاطين معلقة النشا دي هتلاقوا شوية ان انتوا يعني بيقطع سنة، الصوص بيقطع سنة، النشا بيربطها لي بالطريقة دي بيخلوه لي ما يقطعش خلاص. تعالوا برضو ايه نبص بصة على الكفتة، الكفتة لسه عايزة تتحمر شوية، لسه طرية خالص، عايزة تشد، فمش عايزة اقلبها غير وانا حاسة ان هي اتحمرت، اه دي تتحمر، اقلب اللي في النص دول اهو بالشكل ده كده، وهبدا ان انا اديها وش تحمير برضو على الوش التاني بالشكل ده كده لحد ما اتاكد ان كله اتحمر من الوش ده ومن الوش ده، تغلي على النار زي ما انتوا شايفين كده اهو، هقلب تقليب بصوا
ابتدى يتقل ازاي. اهم حاجه يبقى ناعم عندي كده، ما سيبوش على النار لحد ما يكلكع. شايفين ناعم خالص، انا مش حاطه اي توابل في الصوص ده، ولا حطيت لسه ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه. هو عباره عن الطحينه والزبادي والنشا والمرقه. تمام، بالشكل ده كده هسيبه يقصر شويه لحد ما الكفته كمان تتحمر، عايزاها تتحمر كويس قوي. تمام، شيل ده. في التوقيت ده برضو هقوم عامله التقليه بتاعتي، احط شويه زيت اسيبهم كده يسخنوا شويه عشان نبدا نعمل الثوم بالكزبره بتاعتنا. هجيب كده شويه ثوم مفروم، ثلاث اربع فصوص ثوم مفرومين، هبدا ان انا اشوحهم في شويه زيت سخن، وبعد كده هقوم نازله عليهم. يعني يفضل زيت، ويفضل لو زيت زيتون كان هيبقى حلو جدا مع الوصفه دي، لو انتوا حابين ان انتوا تعملوها يعني تديها نكهه مختلفه، زيت الزيتون هيبقى حلو قوي. لو مفيش خلاص هنشتغل بزيت عادي. هبدا احط الثوم، واحنا بناخد انجي كده هنشوح الثوم لحد ما ياخد لون فاتح خالص، ذهبي فاتح خالص. انجي انجي، صباح الفل انجي، حاولي تكلمينا تاني. شكرا يا حبيبتي. يبقى انا الصوص ايدي فيه ما بسيبهوش، بفضل اقلب فيه عشان ما يكلكعش معايا، والكفته عندي بتتحمر. بعمل التقليه بتاعه الثوم والكزبره اهو، بصوا بشوح الثوم كده، عايزه يبقى اخد لون ذهبي بسيط عشان ابدا ان انا ارفعه واحط عليه الكزبره. هبدا بقى احط الكفته اللي اتحمرت بالشكل ده في الصوص بتاعي اهو، متاخدش طبعا وقت خالص على النار. طبعا عيني على الثوم، هشوف لو في عندي اي كفته لسه ما اتحمرتش، هسيبها تاخد لون شويه، هاخد بس اللي اتحمروا هرفعهم كده في الصوص بتاعي عشان ما ياخدوش لون زياده اهو. اي حاجه لسه محتاجه تاخد لون شويه هسيبها لحد ما تستوي، وهقوم رفعها كده بالشكل ده. تمام تمام قوي كده. هسيب بقى الكفته، بصوا تتقلب كده بالشكل ده في الصوص بتاعي، ولو لقيتوا الصوص تقيل قوي تقدروا ان انتوا تخففوه بشويه مرقه. بصوا التومه هنا بقت لونها فاتح كده ذهبي لطيف، هبدا ان انا احط عليها شويه كزبره خضراء واقلب. ممكن تحطه في المرحله دي كمان لو حابين يعني تجودوا بقى شويه صنوبر او لوز او الكلام ده كله لو حابين تشوحوها. بس انا ايه، زي ما انتوا عارفين كده انا بحب اديكوا المتاح اللي انتوا بتعملوه كل يوم في البيت. يعني ما فيش ولا حاجه من الحاجات دي يعني مكلفه معانا، هتبقى نفس الموضوع. شايفين شايفين نزلت بالتقليه ازاي. مع شوية بقى رز أبيض خلاص، شكرا، أنا مش محتاجة أكتر من كده خالص، يعني أنا كده تمام قوي. هتاخد غلوتين الصوص مع الثوم والكزبرة بالشكل ده كده أهو، وبس خلاص مش محتاجين حاجة تانية. يعني أقل من دقيقة هرفعها على النار وهتبقى تمام جدا معايا، ومش محتاجة أكتر من كده. تمام، قبل ما هنطلع فاصل هنعمل بعد الفاصل سلطة حمص. سلطة الحمص عشان هتاخد وقت في الكبة في الضرب، فأنا هضرب الحمص لحد ما ترجعولي بعد الفاصل. هستغل الوقت اللي احنا فيه في الفاصل ده وهضرب فيه الحمص، هنعمه خالص. المفروض ان احنا ننعم الحمص من 4-5 دقايق كده في الكبة، ناعم ناعم خالص فوق ما تتخيلوا،
نقطة مهمة قوي، وأنا بسلق الحمص وكل ده هقوله بعد الفاصل إن شاء الله، إن أنا لازم أسلقه يعني يبقى مهري، يبقى خلاص مسلوق مسلوق جدا مش ماسك نفسه، فدي خطوة لازم أعملها. هبدأ بقى إيه، أحط كده في الكبة الحمص اللي أنا سلقاه، تمام، أسيب بس شوية كده زين بيهم بس كده مش أكتر من كده، وهفرم دول هنعمهم خالص لحد ما ترجعولي، مش هعمل حاجة غير ان انا هنعم الحمص بتاعي في الكبة وترجعولي اقول لكم المقادير والوصفة ونشتغل فيها مع بعض. استنوا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. انا كنت بنعم الحمص خالص على قد ما اقدر في الكبه، عايزاه انعم حاجه، عشان كده قلت لكم مهم قوي ان انتوا تبقوا سالقينه من قبليها. بصوا انا نعمته خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قبل بس ما اكمل في الوصفه وقبل ما اقول لكم المقادير، تعالوا نقدم الكفته عشان نرفعها من على النار كده. هجيب طبق بس التقديم اللي هقدم فيه الكفته. انا مستنيك تقولي اسم. ماشي، اوكي. اهو هجيب الكفته بتاعتي كده، هبدا ان انا احطهم. اوكي، هبدا ارص كده الكفته بالشكل ده. اعتقد هنحتاج طبق صغير يسلم اصغر من ده. هجيب طبق معلش اصغر. هات لنا طبق اصغر اسلم بعد اذنك. هبدا احط كده وبعدين ايه نبقى ننقلها بقى بالشكل ده كده. هحط الصوص بتاعي فوق الوش. هجيب مغرفه. خلاص اسلم، هحط الصوص بتاعي بتاع الطحينه والزبادي بالشكل ده كده، تمام، وكنت مخليه شويه من التقليه ازين بيها كده فوق الوش اهو كده بالشكل ده. شوية من الثوم والكزبرة بالشكل ده كده. كده عندي كفتة بصوص الزبادي والطحينة والثوم والكزبرة، خلصت بالشكل اللي انتوا شايفينها دي. نروح بقى نقدمها ونقول مقادير على طول. سلطة الحمص، سلطة الحمص محتاجة كوباية حمص مسلوق، ويكون مسلوق كويس جدا يعني مسلوق بزيادة، وعندي كمان ربع كوباية مية ومعلقتين زبادي. هاخد هعمل معلقتين كبار، هستخدم معلقتين كبار زبادي، وعندي كمان فصين ثوم مفرومين ومعلقتين من الخل ومعلقتين كبار من الطحينة واتنين معلقة كبيرة من زيت الزيتون، وعندي كمان كمون وعصير ليمون وملح وفلفل. تعالوا نقول مقادير تاني. كوباية حمص مسلوق تبقى مسلوقة كويس قوي، وعندي كمان معاها ربع كوباية من المية ومعلقة كبيرة من الزبادي معلقتين، وعندي اتنين فص ثوم مفرومين ناعم، وعندي كمان اتنين معلقة من الخل واتنين معلقة كبيرة طحينة واتنين معلقة كبيرة زيت زيتون وكمون وعصير ليمون وملح وفلفل. تمام، اول حاجة انا نعمت كده بالشكل ده. هحط على الحمص ربع كوباية المية، تمام، وهبدأ أحط معلقتين الزبادي. هنعم بقى كل الكلام ده في الكبة برضو. الكبة التانية عندك إسلام؟ تمام، وهبدأ أحط عليهم، ممكن الطحينة أسيبها في الآخر. هحط شوية الخل وعصير الليمون. هجيب خل، حابين تستكفوا بخل بس أو عصير ليمون بس ينفع، ما تحطوش الاتنين، ينفع تحطوا حاجة واحدة لو
انتوا حابين طعم حاجه واحده بس يعني ينفع مفيش مشكله. وهبدا ان انا اضرب الكلام ده كده كله في الكبه انعمه تاني. يبقى الاول هنعم الحمص لوحده وبعد كده هحط الطحينه سوري الزبادي، لسه ما حطيتش الطحينه، هحط الزبادي مع كل الحاجات اللي احنا حطيناها، الخل بالميه بالكلام ده كله، وهضربها كمان مره. تمام، هثبت بس البتاع دي. الكبه الثانيه اسلام بعد اذنك، عشان دي مش هنعرف نضرب فيها كل المكونات. طيب لحد ما يجيب لي الكبه الثانيه تعالوا نعمل مع بعض. احنا كده تمام جدا، هنضرب دي في الكبه وبعدين هنحط الطحينه. لحد ما يجيب لي الكبه الثانيه تعالوا نعمل سموزي بطيخ بطريقه سهله وبسيطه. تعالوا كده ايه، نجيب الخلاط بتاعنا ونشوف هنعمله ازاي. تعالوا نشوف المكونات. عندي محتاجة لسموزي البطيخ، بطيخ مكعبات مسلجة. هفرز البطيخ يعني هقطعه مكعبات واشيل بذر والكلام ده كله وهفرزه في الفريزر. وعندي 3 معالق من السكر وأوراق نعناع، وهزين كده بيهم في الآخر. هحط 2-3 كده في الخلاط وهزين بالباقي. وعندي كوب صودا بيضة نص كوباية، أو هستخدم مية. ده موجود وده موجود، اللي انتوا حابين تستخدموه تقدروا اللي انتوا تعملوه. نص كوباية مش أكتر من كده، لأن أنا البطيخ كله مية فأنا مش هزود عن كده. يبقى المقادير عندي: بطيخ مكعبات مسلجة، 3 معالق من السكر، والسكر لو حابين تزودوها او تقللوها على حسب الرغبه، اوراق نعناع، ونص كوبايه من الصودا البيضه. تمام، هبدا كده احط الميه او الصودا اللي انا حباه استخدمه، وهحط عليه السكر، هحط عليه 2-3 ورقة من النعناع بالشكل ده كده، وهبدا احط البطيخ اللي انا مجمداه بتاعي. حاضر، حط بقى البطيخ. يعني مهم قوي اللي انتوا تجمدوا البطيخ في الوصفه دي عشان يدي معاكوا القوام بتاع السموزي. مش هحط تلج لان هو خلاص، هو البطيخ اصلا متلج والبطيخ معظمه ميه، فمش هستخدم التلج زي ما بعمله في بقيه الفاكهه. انا يا دوب بس هعمل كده. حاضر، هعدله دلوقتي حالا. تمام، حط البطيخ كده وهبدا ان انا اشغل الخلاط. وهفصل واشغل. هديله تقليبة عشان البطيخ مجمد زيادة. عايز بس يعني ايه يستنى 5 دقايق بره الفريزر كده قبل ما نحطه، بس ايه هديله تقليبة كده ونبدأ نضربه تاني. يلا اسلم الكبة بعد اذنك. اقلب انا عشان البطيخ مجمد زياده فمش بيتحرك قوي معايا في الخلاط، فحاول كده ايه اقلبه وخففته بشويه صودا او ميه بالشكل ده كده، ونبدا نضربه. يعني عندي عامل مكعبات تلج جامده قوي، فمحتاجين احنا نطلعه بس ايه بره الفريزر كده 5 دقايق 7 دقايق قبل ما نشتغل. هنبدأ بقى نقدمه في الكوبايات بتاعتنا.
تسلم، ممكن تقدم بعد اذنك العصير. وتعالوا نضرب الحمص في الكبة. حطينا عليها الزبادي، لسه ما حطيناش الطحينة، وحطينا عصير الليمون والخل والحمص والمية. هحط كل الخليط ده كده عندي بالشكل ده اهو، وهنعم خالص خالص، هنعم الخليط اللي موجود عندي، هنعمه اخر حاجة، اقصى حاجة ينفع انعمها هعمل كده. تمام، هضرب بقى في الكبة كده، لسه الطحينة هحطها. هبدأ أضيف الطحينة بالشكل ده وأضرب. اخر حاجه فصين الثوم وخلاص كده، هضربها اخر ضربه. هنبدا بقى ايه نقدم. يلا سلطه الحمص، بصوا نعمت خالص، هو ده القوام اللي انا عايزاه، ناعمه تماما، كريمي خالص. هبدا بقى ايه اقدمها كده. املا كوبايتي اسلم بعد اذنك في الطبق بالشكل ده اهو، هنزلها كده بصوا، وهبدا ان انا افردها كده في الطبق بالشكل ده، مش اكتر من كده، واحط شويه حمص كده ازين بيهم. تمام، ورشة كمون بالشكل ده كده، وشوية زيت زيتون، وكده سلطة الطحينة عندي جاهزة، سلطة الحمص سوري. يلا بينا كده، الفراخ كمان طلعناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو كده، هزينها كده، اعمل لها كده شويه جرنش، احط عليها طماطمايه كده، نزينها بشويه جزر زي ما انتوا حابين، احط كده شويه جزر كده اكثر شويه اللون بتاع الفراخ. طيب، وكده دي كانت حلقتنا مع سموزي البطيخ وسلطة الحمص والكفتة بصوص الزبادي والطحينة وكمان الفراخ بالثوم والكزبرة. يا رب تكون الحلقة عجبتكم واستفدتوا منها. حلقتنا خلصت، إن شاء الله أشوفكم بكرة في حلقة جديدة ويوم جديد من الطبق طبق.